بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه طيبه لكل متابعينا. عندنا شاشه وادي حاله مالتها نيجاتيف، طريقه الدخول للسيرفس مالتها وتغيير الاعدادات مالتها تختلف عن باقي الاجهزه. راح ندخل على المنيو 1147، ندخل هاي الاعدادات مالتها، نروح على الخيار رقم 7 panel setting، ندوس يمنه هنا. دائما احنا نروح على LVDS map او خيارات ال LVDS. هاي الشاشة تختلف عن باقي الشاشات. ندخل على الخيار الاول على panel height، هنا رقم 9 راح تدوس سهم يمنى. باحية هسه صورة نيجاتيف، تدوس سهم يمنى تختفي الصورة عادي. تدوس سهم يمنى النوب، لاحظ صارت الصورة ألوانها طبيعية. تختار رقم 11 أو تختار رقم 3 حسب الصورة اللي تطلع عندك واضحة. فهنا اختاريتها على 3. هاي الشغلة كلش مهمة لأنه هواي ناس يحتارون شلون يدخل على تغيير الصورة النيجاتيف، فحبيت أوضحها بهذا الفيديو. تحياتنا لكم وشكرا لكم.